لو عندك كوباية سمنة وكوبايتين دقيق، تعالي نعمل بيهم بقى حاجة حلوة قوي من حاجات العيد. هنعمل النهاردة الغريبة بطريقة سهلة جدا ومقاديرها بسيطة وناجحة معاكي من أول مرة. أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. أول حاجة عندي كوباية من السمنة، طبعا النوع اللي بتفضليه، ممكن تعملي بسمنة بلدي وممكن تعملي بالسمنة بتاعة المحلات عادي خالص، وممكن طبعا تخلطي الاتنين على بعض اللي عندك واللي متوفر تقدري تعملي بيه. أهم حاجة هتجيب السمنة من التلاجة ونشتغل بيها، يعني كوباية السمنة هنحطها في التلاجة ونطلعها نشتغل بيها علشان النتيجة معانا تكون ناجحة جدا. أنا هنا حطيت رشة من الفانيليا وهنزل عليهم بنص كوباية من السكر البودرة. السكر البودرة ده بتطحنيه عادي خالص في المطحنة بتاعة الخلاط. هضربه بقى مع السمنة لغاية ما كده لونهم يفتح خالص وتعمل فوم عندي. هضربهم لغاية ما يبقوا زي الكريم شانتيه كده بالظبط. ضيف بقى كوبايتين من الدقيق، الدقيق ده منخول وعليه رشة من الملح. مش هنحط بيكنج باودر ولا أي حاجة ولا أي مواد رفعة، مجرد المقادير اللي انا قلت عليها، كوبايتين من الدقيق عليهم كوباية سمنة وعليهم نص كوباية من السكر البودرة. بعد ما عجنتها كويس جدا ولميت العجين ده شكلها. التزيين بقى هتزينيه باللي متوفر عندك، ممكن طبعا اسبرينكلز، انا جايباه على شكل قلوب كده، وممكن اللولي اللي فدي وفيه منه الوان، طبعا اللي عندك اعملي بيه، وممكن طبعا بمكسرات، ولو مش عندك خالص يبقى تزينيه بالسوداني. بصي شكله تحفه جدا، العجينه ناجحه جدا، هتنجح معاكي من اول مره، ما فيهاش نسبه من الفشل خالص. في حاجتين مهمين جدا لنجاح الغريبه، اول حاجه السمنه تكون طالعه من التلاجة ونشتغل بيها على طول، تاني حاجه الكوبايه اللي هنعير بيها السمن هي نفس الكوبايه اللي هنعير بيها الدقيق، هي نفس الكوبايه اللي هنعير بيها السكر البودره. كوباية سمنة عليها نص كوباية من السكر البودرة عليها كوبايتين من الدقيق. أنا هنا بوريكي شكلها بعد ما عملتها. بص شكلهم، أنا كمان عملت بالقمعة أشكال كده جديدة هتعجبكوا جدا، وبنغير في شكل الغريبة اللي احنا متعودين عليها. بص شكلهم بجد طلعة تحفة جدا. أنا هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، ما بتاخدش اكتر من 8 دقايق. اول ما تاخد لون من تحت يبقى هي كده استوت معايا. الغريبة ما ينفعش خالص نسيبها في الفرن لغاية ما تاخد لون من فوق، اهم حاجة تاخد لون من تحت، هي كده استوت معايا وجاهزة. بصي دايبة جدا، ما بتستحملش ان احنا نمسكها حتى. بصي ناجحة جدا، اتمنى تجربوها بطريقتي ونفس مقاديري، هتنجح معاكو من اول مره، ما فيهاش نسبه خالص من الفشل. من حاجات العيد اللي تقدري تعمليها، حاجه سهله وسريعه ومقاديرها مظبوطه جدا، اتمنى تجربوها بطريقتي، بجد ناجحه جدا. وطبعا تقدري تعملي غريبه بالشوكولاته نفس المقادير اللي احنا قلناها، بس هتشيلي معلقه من الدقيق وتحطي بدلها معلقه كاكاو خام اسباني، وهتبقى عندك غريبه بالشوكولاته. أتمنى بقى تجربوها بنفس طريقتي ونفس مقاديري، بجد هتنجح معاكم من أول مرة ومش هتاخد معاكي أكتر من 10 دقايق. وأتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.